أوقد محافظ السويس عبد المجيد صقر شعلة النصر بالنصب التذكاري للجندي المجهول أمام ديوان عام المحافظة، مع مواصلة السويس احتفالاتها بعيدها القومي 49 للانتصار العظيم في 24 من أكتوبر عام 1973. وبهذه المناسبة أكد محافظ السويس أن هذا الانتصار دليل على ترابط الجيش والشعب من أجل الوطن، مشيرا إلى أن أجدادنا وأباءنا بذلوا كل التضحيات والفداء من أجل الحفاظ على الوطن. ونشد المحافظ الشباب خلال الفترة القادمة باستلهام روح أكتوبر في أعمالهم من أجل الارتقاء ورفع شأن مصر عاليا. احنا قلنا ان شعب السويس احنا بنتمنى له الخير والازدهار والرخاء ان شاء الله رب العالمين، وقلنا ان شعب السويس العظيم البطل اللي عانى كثيرا سنوات الهجرة وسنوات الحرب ورجع لقى بيوته متهدمة والدولة لم تبخل والدولة بنت له والدولة عاشت معاه.